ديال القطاع والحنيين و غياب القانون التنظيمي وهيمنة السوق السوداء على الميدان كان هو شعار الملتقى الأول لوكالات كراء السيارات الذي نظمته جمعية البغاز لأول مرة بمدينة طنجة. اللقاء كان مناسبا لجرد آخر مستجدات القوانين المؤثرة للقطاع وكذا عرض تفاصيل أهم القضايا الآنية التي تعيشها عدد من وكالات كراء السيارات بالمغرب. لقاء طنجة جرى فيه أيضا بسط أهم التحديات التي تواجه القطاع في انتظار رفع التوصيات الصادرة إلى الوزارة الوصية بغية العمل على وضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع كراء السيارات بالمغرب. الإخوان ديالنا في هذا الملتقى بغاو من خلاله يوصلوا واحد الرسالة للمسؤولين بأن هذا المجال هذا أو الميدان هذا خصو واحد التقنين وخصو واحد دفتر تحملات جديد اللي يستوعب التطور ديالو واللي يحميه الممتهن قطاع السيارة أكثر ما كيحمي الكليان حتى هو ديالو. إن بغينا واحد التساوي في الفرص في الحماية اللي دائما صاحب وكاله السيارات كيجبر راسو في مشاكل سواء مع الشركات اللي كيجي من السيارات وكذلك مع الزبائن اللي كيكري له دائما هو الحلقه ضعيفه في وسط هذا الميدان. هذا هي ابرز المشاكل مؤخرا هي السوق السوداء, هي السولوكاسيون اللي شنقول لك مؤخرا واحد 6 سنين 7 سنين مي دخلت هذه السولوكاسيون هذه المدينه وهي شنقول لك تبارك الله عليها دو مستوى, لان اخر ما يمكنش اخر ما كيخلص لا ضريبه ما كيخلص بيرو ما كيخلص حتى حاجه لا تيفي لا خدام لا تليفون لا حاجه. لقاء طنجة جرى فيه ايضا بسط اهم التحديات التي تواجه القطاع في انتظار رفع التوصيات الصادره الى الوزاره الوصيه بغيه العمل على وضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع كراء السيارات بالمغرب. السياق اللي كيدوز فيه هذا الملتقى في طنجة هو ان طنجة عندها خصوصيه واللي هي كتعرف واحد الفوضى في القطاع ديال كراء السيارات بدون سائق, لدرجه ان كنشوف واحد العدد ديال الناس غير مرخص لهم وكيقوموا بهذه العمليه وكينافسوا الشركات المهيكله واللي كتادي ضرائب واللي عندها اجراء وكتادي واحد العدد ديال التصاريح وعندها تحملات, وبالتالي هاد الشركات كتلقى واحد الصعوبات انها تستمر في البقاء على مستوى تنظيم هذا القطاع. هناك جانبين, جانب محلي اللي كيهتم بالترخيصات لهذا القطاع وبالتالي الوقوف على بعض النقط التي النقط السوداء التي تشوب سيرة. على مستوى المركزي بطبيعة الحال هناك المسائل التنظيمية العامة اللي كتهم القطاع على مستوى الوطني. فيما يخص الجانب الأول فبطبيعة الحال المصالح ديال النقل على مستوى مدينة طنجة لا تألو جهدا في مواكبة هذا القطاع سواء من ناحية التنظيمية أو من ناحية الان سويفي كوتيديان سواء مع الجمعية أو جمعية أخرى. بطبيعة الحال على مستوى المركزي هناك مسائل تتعلق بمسائل تنظيمية كما هو شأن بطبيعة الحال بتعديل دفتر تحملات المنظم للقطاع والمستجدات اللي كتواكبها بطبيعة الحال الوزارة عن كتب.